اهلا بيكم في اخر فقره من فقرات الاهلي الليله النهارده، وفقره مهمه جدا ونجمه كبيره عزيزه علينا، دكتوره والكابتن وبطله العالم وبطله ما شاء الله ميداليات كتيره جدا. والنهارده كان في الخير ان في اتنين اتاهلوا لطوكيو، هنتكلم معاها عن الحوار. معانا بطلتنا الدكتوره جيانا فاروق. دكتور الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. خلينا نروح لتقرير عن كابتن جيانا فاروق وترجعوا لنا مره ثانيه. جيانا محمد فاروق فتاة تعشق التحديات منذ نعومة أظفارها، نجحت في تدوين اسمها بأحرف من نور على كافة الأصعدة المحلية والقارية بل والعالمية للكاراتي، أدمنت النجاح والتتويج حتى صار جزءا من شخصيتها. بدأت الكاراتي وعمرها 6 أعوام في الكاتا قبل أن تتحول للكوميتي لتبدأ في تسطير اسمها في سجلات التاريخ، حيث نجحت في الفوز بأول لقب للجمهورية عام 2009، وبعدها تم استدعاؤها من قبل الجهاز الفني للمنتخب للمشاركة في البطولات الدولية. أول ألقابها كانت ذهبية كأس العالم للناشئين في اليونان 2009، أعقبتها بذهبية كأس العالم للشباب في العام التالي باليونان أيضاً. توجت بذهبية بطولة العالم 6 مرات، حيث حصدت ذهبية بطولة العالم للشباب بماليزيا 2011، أعقبتها بذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة بإسبانيا 2013، وبذهبيتي بطولة العالم بألمانيا 2014 فردي وفرق، ثم ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة مرة أخرى في إندونيسيا 2015، قبل أن تحصل على ذهبية بطولة العالم للآنساب بالنمسا 2016، برونزية الفرق في نفس المسابقة، وأخيراً حصلت على برونزيتي بطولة العالم الأخيرة التي أقيم بإسبانيا 2018 للفرد والفرق. كما حصدت بطلة الأهلي ذهبية بطولة العالم للجامعات في البرتغال 2015 للفرد والفرق. جيانا فاروق لم تتميز في الرياضة وحسب، بل إنها حاصلة على بكالوريوس كلية الصيدلة من جامعة القاهرة دفعة 2018. نجحت مؤخرا في الفوز بفضيتي بطولة الجائزة الكبرى للكاراتيه في باريس ودبي، وهي البطولات التي تضيف إلى اللاعبين نقاطا مهمة وعديدة للارتقاء في التصنيف العالمي سعيا للتأهل إلى الأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو صيف العام المقبل. أحلام جيانا فاروق لا حصر لها، فبعدما نجحت في أن تكون أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية ذهبية في بطولة العالم للآنسات، تسعى لتكرار هذا الأمر في الأولمبياد المقبلة. جيانا فاروق فتاة تعشق التحديات. فعلا بتعشق التحديات، فعلا بطلة من ذهب، مسطرة تاريخ كبير ولسه قدامها تاريخ كبير كلنا مستنينه. هي عارفة ان انا بيني وبينها يعني كلام عن بطولة 2020 طوكيو. كابتن جيانا بنبارك لك على الفضية في باريس ودبي في الدوري العالمي. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. الف مبروك، ودايما مشرفانا فعلا، دي حقيقة. وليه استعدينا للبطولات دي ازاي؟ والله بالنسبه لنا البطولتين دول كانوا اول بطولتين في السيزون الجديد. احنا كنا لسه مخلصين بطوله العالم في شهر 11، فهي كانت بدايتنا علشان النقط المؤهله لاولمبياد 2020. كان في معسكرات مغلقه الفتره اللي قبلها من بعد بطوله العالم لحد باريس، ومن برده بعد ما رجعنا، هو الفرق ما بين باريس ودبي كان حوالي 2 أسبوع بالظبط. برضو رجعنا عملنا معسكر حوالي 10 ايام بعد ما رجعنا من باريس، ومنها سافرنا على دبي ورجعنا منها. كان عندنا من يومين بطولة الجمهورية، وان شاء الله يوم 27 مسافرين بطولة السيريس اي في سالزبرج النمسا ان شاء الله، برضو بطولة من البطولات العالية بوينتس مؤهلة. هايل. قبلك الدكتور اشرف صبحي في المطار، صح؟ لما رجعته من باريس قال لك ايه؟
هو طبعا بارك لي كاراتيه اتفضلي. هو بارك لي والحمد لله كان مبسوط بالنتيجه وكان متابع معانا وكلمني على التليفون برضو في دبي بعد ما جبت الميداليه وبارك لي بنفسه. هو من الناس المتابعين للعبة الكاراتيه بشكل قوي وعلى طول بيدعمنا. اتمنى ان شاء الله ان هو يفضل مدعمنا لحد اولمبياد 2020. قولي لي كانت حجم المنافسه ايه في دبي وباريس؟ ان هي كانت الاقوى دبي ولا باريس؟ انا بالنسبه لي كانت الاقوى دبي لان كل ما البطولات بتتدرج في الموسم كل ما الناس بتبدا اعدادها بيزيد. كانت باريس بالنسبه للناس كلها البدايه، الناس بتشوف هي فين اخطائها فين واقعين في ايه. دبي كانت بالنسبه لي اقوى، خاصه الحمد لله انا كل بطوله بنقي اوحش بوله واحط نفسي. يعني ايه بتنقي اوحش حاجه؟ يعني هو انت اللي بتنقي ولا لا؟ هي القرعه بتيجي كده بس، يعني الحمد لله انا دايما يعني دايما انت شايف ان حظك وحش في البطولات، بيكون القرعه طريقها شويه كل اللعيبه الجامدين او مصنفين في طريقك انت. بالظبط ده هايل. بصي طيب قولي لي ايه اصعب مباراه عدت عليك في البطولتين بصراحه؟ اصعب مباراه غالبا هي مباراه الفاينل. هم كلهم طبعا صعبين لان من انا زي ما قلت لحضرتك انا بولتي بتبقى دايما وحشه ما اعرفش ليه، فدايما بقابل كل ابطال العالم والمصنفين. بقابل المصنفه الثانيه بتاعت فرنسا والمصنفه الاولى بتاعت تركيا ومصنفه اليابان ومصنفه كندا، يعني دايما اللي هم ابطال الميزان دايما بنلاقي نفسنا واقعين مع بعض مش عارفين ليه، والبولات الثانيه بتبقى فاضيه خالص ما فيهاش حد تقريبا. ازاي بصي هتاخديني لسؤال كنت هساله كمان شويه، ازاي بطله فرنسا موجوده وفي اولمبياد 2024 طلع كاراتيه منها ازاي؟ والله دي حاجه بتبقى راجعه للبلد. هم بيشوفوا بينقوا مثلا العاب هم فيها كويسين او متميزين تلعب يعني مش قادره افهم وجهه نظر بصراحه. فرنسا في ان هم يشيلوا الكاراتيه في اولمبياد 2024 خبر طبعا كان صادم بالنسبه لنا وخبر ضايقنا واحبطنا طبعا، بس يعني احنا بنتمنى ان نقدر نثبت ان الكاراتيه لعبه قويه في اولمبياد 2020 ومنها ممكن تحصل مفاوضات ان شاء الله نبقى موجودين. هي اولمبياد 2020 بقى الكلام، قولي لي نتأهل ازاي ل 2020 ان شاء الله باذن الله؟ اي طريق؟ والله احنا بالنسبه لنا في طريقين. الطريق الاولاني هو البطولات اللي هي بيبقى عليها بوينتس للرانك بتاعك، ومفروض ان هم بياخدوا اول اربعه في الرانك الاولمبي ده من عن طريق البوينتس. حلو. وفي بطوله ثانيه هتبقى ان شاء الله في شهر 3 ديت البطوله المؤهله على، يعني لو انت ما دخلتش من الرانك ممكن تلعبها. برضو بياخدوا فيها اول اربعه وبيبقى اثنين دول بياخدوهم على حسب بقى، لو المؤهلين دول مثلا ما فيش حد منهم من قاره افريقيا وفي حد جايب في قاره افريقيا او افريقيا بيطلعوه وهكذا بياخدوا اثنين كده. طيب احنا دايما لما تكون اللعبه بره الاولمبياد بتكون لعبه ابطال عالم، لما بنخش الاولمبياد بتختلف، ايه اللي بيختلف؟ شايفه ايه اللي ممكن يحصل مع كاراتي؟ هل القاعده دي هتمشي ولا ان شاء الله نكسرها؟ والله هو طبعا احنا بدانا نلاحظ اختلاف من ساعه ما الكاراتيه دخل اولمبياد 2020 لان الناس كلها بقت تستعد بقوه، ومن ساعه الاولمبياد اللي فاتت من 2016 الفكر اختلف والامكانيات بتاعه صرف الدول على اللعبه اختلف. يعني كان في دول مش موجوده اصلا على خريطه الكاراتيه، من بعد ما دخلت الاولمبياد بدات الدول تصرف عليها تهتم بالظبط، فبدا يظهر فيها ابطال دلوقتي زي مثلا تشاينيز تايبي دي ما كانش فيها ناس، دلوقتي بقى ظهر فيها ناس قوية جدا. برضو الصين ما كانش فيها ناس كتير، دلوقتي بقى فيها ناس بدأت تظهر. اليابان إلى حد ما كانت يعني كنا قادرين ننافس معهم شوية، دلوقتي اليابان مهتمة بشكل فظيع ففرقت عن بقية الدول. فاهتمام الدول بالألعاب دي بألعاب زي الكاراتيه زاد، فده خلى فيه ناس كتير ودول كتير بدأت تظهر، فبدأت المنافسة تبقى أشد وأقوى. بدل ما كان عندك اتنين تلاتة لعيبة في كل ميزان هم دول المنافسين، لأ بقى عندك ستة سبعة. طيب قولي لي اتحاد اللعبة الكابتن محمد دهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، الدعم اللي بيقدمه شايفاه كافي بالنسبة للمنتخب مصر أو اللاعبين كلهم بصفة عامة، ولا محتاجة الدعم أكتر يزيد؟ والله هو احنا عشان لسه في بدايه الموسم، فهو كان عمل اجتماع مع اللعيبه ومع الجهاز الفني والاداري بتاعه. هو وعدنا ان شاء الله كل البطولات اللي ليها علاقه بالرانك او مؤهله ان شاء الله ان احنا هنطلعها، وهو فعلا بدا ينفذ ده. كانت اول حاجه باريس ودبي وادي النمسا وعندنا بعدها المغرب، لحد دلوقتي الاربع بطولات دول احنا طالعينهم.
ما بيتأخرش علينا لما بنطلب معسكرات أو حاجة زي كده، بس هو لسه عشان يمكن الوقت ضيق شوية، فلسه إن إحنا يعني ناخد راحتنا قوي في التدريب مش عارفين ناخده، لأن البطولات جاية ورا بعضها. بس أعتقد إن شاء الله أول لما نلاقي وقت أو مساحة للتدريب هيبقى فيه شغل مختلف. أعتقد دكتور أشرف صبحي هو موجود قال إن هو بيدعم الكاراتيه دعم أساسي، برضو أنت دكتور أشرف صبحي لعيب كاراتيه قبل كده، فقال إن هو بيدعم الدعم النادي، حاجة مهمة جدا بوجود معسكرات أزيد ديكي. مظبوط طبعا، يعني دعم الوزاره بالنسبه لنا لانه بيشيل كتير من الاتحاد او الصرف اللي المفروض الاتحاد يصرفه، فهم بيبقوا مساعدين لو احنا محتاجين نطلع معسكرات، محتاجين نطلع بطولات اكتر، محتاجين نحتك في حاجات حتى لو بسيطه. دعم المعنوي برضو، ان تحس ان الوزاره والوزير واقف معاك ومتابعك. انا اتبسطت جدا لما كلمني على التليفون في دبي، حسيت ان هو فعلا قاعد متابع ومستني يشوف البعثه اللي موجوده عملت نتائج ايه. كل ده شيء بيبسطنا وبيأثر في نفسيتنا ان احنا نشتغل اكتر على نفسنا. صراحه تقولي لي نقط مهمه جدا لكل الناس المسؤولين في مصر تعملها عشان نلاقي جينا فاروق ان شاء الله على منصات التطبيق في الاولمبياد. انا زي ما قلت لحضرتك، انا محتاجه دعم معنوي، محتاجه احس الناس كلها متابعيني والناس واقفه في ظهري وان هم فعلا معاكي على طول. اه رب بصراحه يعني متابعينك على طول، فريق عندنا متابعك على طول. طبعا محتاجين ان احنا يعني لما نطلب حاجه، احنا طلباتنا مش كتير، يعني احنا مثلا ما بنطلبش ان احنا نسافر نعمل معسكرات بره كتير، لان الحمد لله احنا عندنا مدربين وعندنا لعيبه واحتكاك جوه مصر كافي ان احنا نتعد. مش بنطلب ده بشكل كبير، بس يعني اتمنى ان احنا لما نطلبه يتحقق. في افكار المدربين بيفكروا فيها الفتره اللي جايه ان احنا نعمل معسكر دولي عندنا هنا في مصر، سواء في مدينه شرم او في الغردقه، ان احنا نجيب اكتر من بلد حاجه سياحيه رائعه كمان. بالظبط. فنتمنى ان يبقى في دعم او مساعده من الوزاره في حاجه زي كده، بحيث ان احنا نقدر نستفيد ونشوف برضو الناس بره بتعد ازاي ودماغها رايحه لفين. طبعا. بس يعني هي يمكن دي الحاجات الاساسيه. طبعا مش هتكلم على الحته الماديه، انا بالنسبه لي مش فارقه بالنسبه لي قوي، بس فارقه ان انت حاجه ماديه لمصر. بالظبط. انا عارف، انا حافظ خلاص، بقيت عارفك. قولي لي المنافسه في المرحله اللي جايه في بطوله الاولمبياد والوصول ليها باذن الله، المنافسه مين؟ بقت دول كتيره ولا منحصره في 3 4 دول؟ لا، هو زي ما قلت لحضرتك من شويه، هي بقت دول كتير، بس يمكن على رأسهم اليابان وفرنسا الصين. اليابان شو؟ طبعا بلدهم. إيران وأذربيجان، دول من الدول اللي بتنافس معانا. ودلوقتي بدأ يظهر من الدول العربية في ظهرنا، المغرب والجزائر بدأوا ينافسوا معانا بشكل قوي جدا في بطولات أفريقيا وفي بطولات العرب. فالمنافسة بدأت توسع أكتر، وده شيء يعني ممكن يكون ميزه بالنسبه للاتحاد الدولي وبالنسبه لنا احنا كلاعيبه، عيب لان بقيت مضطره اركز على الناس كلها. صح، دي حقيقه. جوه المعسكرات بتاعت المنتخب وسفريات بيكون ليا انتيم ماشي معايا. مين الانتيم بتاعك في منتخبات مصر؟ والله انا يعني بيقولوا عليا من الناس ان انا صاحبه الكل الحمد لله ما شاء الله. بس يعني ممكن يكون القريب مني يمكن من قبل كده كمان. هو لحد دلوقتي ممكن يكون هو مش معانا في المنتخب، بس لحد دلوقتي هو متابعني على طول، دكتور طبعا مهند مجدي. ده كان من لما كان جوه المنتخب وكان لاعب. لعبتوا مع بعض؟ لعبنا. انا كنت بقف اخر الصف لاني اصغر واحده، مهند كان كابتن الفريق. تمام. فمهند انا طول عمري بقول هو مثلي الاعلى وقدوتي وصديقي. طبعا متابعني. بتستشيروا بعض في معسكراتك او في لعبك، او لما بيتفرج عليك يقول لك اعملي كذا او اعملي كذا؟ اكيد بلجا له، وطبعا مبسوطه ان هو طالع ببعثه من النادي الاهلي للنمسا وهو رئيس البعثه ان شاء الله. فانا ده شيء بسطني ان اخيرا مهند يعني هو رئيس البعثه. اكيد ليكي مواقف كتيره بتحصل في حياتك اليوميه او حياتك الرياضيه، بس خلينا في حياتك الرياضيه، ايه الموقف الطريف اللي حصل في وسط المعسكرات معاكي؟ في وسط المعسكرات لازم تجيب لنا حاجه، لازم تجيب لنا حاجه من جوه معسكراتك، ما ينفعش. والله هو يعني هو احلى حاجه في المعسكرات القعده اللي بتبقى بعد التمرين. احنا بقى بنتجمع، طبعا بنتجمع عشان في اكل عند حد، فاحنا بنتجمع في الاوضه اللي فيها الاكل. انت عندكم موازين صح؟ ما عندنا موازين، والكابتن بيقعد يجري ورانا ويلم مننا الاكل وكل، بس احنا ما فيش برضه. يمكن من المواقف اللي كانت مضحكه جدا بالنسبه لنا الفتره الاخيره ان احنا جوه المعسكر، يعني يمكن الكابتن تقريبا كان عايز يطردنا كلنا بره المعسكر بسبب الموضوع ده، بس احنا
نفسنا جابتنا على رنجة وفسيخ، فجبنا لهم رنجة وفسيخ جوه المعسكر. خلي بالك انا برضو في دول كان الرنجة والفسيخ دول اساس. يعني مش عارف ليه، يعني بناكل كويس جدا وبنشرب كويس جدا، بس يقول لك احنا هناكل رنجة وفسيخ، يلا بينا ناكل. احنا الفكره ان احنا جبناها جوه المركز الاولمبي يعني، فكانت الموضوع عدت. طيب عدت اكيد دخلت بسرعه. هي دخلت. هقول لك على حاجه، دخلنا مره واحنا رايحين استراليا، وجوه استراليا بيفتشوا الشنط، في كلاب كده بتفتش الشنط، وكانت في جوه الشنط دي حاجه، والكلاب كلها وقفت هوهو على 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 الشنطه دي، كلنا جرينا، كل لعيبه بتاعك جرينا. عارف الشنطه كانت فيها؟ كان فيها رنجه وفسيخ. والله كانوا هيموتونا ساعتها. قولي لي المرحله اللي جايه، البطولات والتحديات المهمه عندك. انا بالنسبه لي البطولات، احنا عندنا بطولات كتير قوي السنه دي، وللاسف المفروض ان احنا نطلعها كلها، لان للاسف الاتحاد الدولي حاطط عليها كلها بوينتس للرانك. ف عندنا منها اللي هو الدوري العالمي البريمير ليج، وعندنا منها السيريس اي. يمكن البريمير ليج البوينتس بتاعته بتبقى اعلى من السيريس اي، بس زي ما قلت حضرتك دلوقتي الدول بتسافر كل البطولات. طبعا يمكن احنا قبل كده، قبل موضوع البوينتس ورانك دوت، كان ممكن ننقي مثلا في السنه 2 أو 3 بالكثير بريمير ليجز من اللي هي الجامدين اللي احنا عارفين احتكاك فيهم دلوقتي قوي نسافرهم. دلوقتي احنا بنسافر عندك 6 وعندك 5 تقريبا، عندك 6 بريمير ليج و5 سيريس اي، فبنتكلم في حوالي 11 بطوله. فده طبعا عدد كبير من البطولات المفروض على خلال الموسم ده اكون حضرتها. يعني حياتي كل تبنتيه في حياتك ولا لسه؟ لا لسه. ايه البنيه اللي عايزه تحققيها في حياتك، الحلم اللي عايزه تحققيه في حياتك؟ والله هو يمكن حلم كبير شويه، بس يعني انا لازم نعرف. انت عارفه انا بطمح في يوم من الايام ان شاء الله اني اكون في مجلس اداره النادي الاهلي، بيتي، وانا اتمنى ان انا حقك بنتنا بنت النادي. حقك طبعا، حقك 100%. يعني وطبعا يعني هو الحلم الاكبر ان اتمنى اني اشوف نفسي في يوم من الايام وزيره الشباب والرياضه ان شاء الله. يا بصي ان شاء الله تكوني مجلس اداره النادي الاهلي، تكوني وزيره الشباب والرياضه، وصدقيني دي احسن حاجه في لعيبه النادي الاهلي، هم عندهم طموح بمقاطع النظير. ده هيكون شرف لينا طبعا، دي حاجه حقيقيه. كلمه دكتوره ولا كابتن احسن ليكي؟ يعني ما اعرفش، ما بحبش حد يقول لي حاجه من دول. بحب الناس ليه؟ بحب الناس تقول لي جيانا وخلاص. يعني ماما بتقولي كيف البيت؟ دكتوره جيانا ولا لا؟ بتقولي يا جيجي. يا جيجي ولا حاجه خالص. يعني كلمه دكتوره دي ليها واقع، تعبتي فيها. يعني انا راجل مهندس، انا بحب اقول لك كابتن مش مهندس. لكن يعني قولي لي الدكتوره، ما فيش حد بيقول لك دكتوره جيانا خالص؟ لا، في ناس كتير بتقول لي يا دكتوره، بس يمكن كابتن اقرب لشخصيتي شويه، يمكن علشان حباها لان يعني يمكن انا لقيت نفسي في الكاراتيه اكتر ما لقيت نفسي شويه في مجال الصيدله. تميزت في الكاراتيه اكتر طبعا ما تميزت في الصيدله. بس في الاخر انت دكتوره صيدله. الحمد لله. معانا شهاده. الحمد لله. بالظبط، ما شاء الله عليكي. الحمد لله. فيمكن بحب شويه كلمه كابتن، يعني ممكن لما الناس تندهلي بكلمه دكتوره ما ابقاش مركزه الناس الاول بتتكلم معايا. يعني حصلت معايا كذا مره قبل كده، اللي هو الناس يا دكتور يا دكتور، انا مش واخده بالي ان هو ماشي على طول في طريق. صح. يمكن كابتن هي اللي بتلفت انتباهي شويه. كابتن بتلفت انتباهي. السبورت الاقوى، ماما ولا بابا؟ الاثنين. الاثنين بجد. بابا بره الهوا. يعني بقى تعبانه بصراحه. ماما في كندا والله، قاعده تتفرج من كندا دلوقتي حاليا. ليه هي في كندا؟ لا وحشتني. ترجع بقى كفايه. ترجع كفايه كده. عايزه ترجع. عايزه ترجع. ترجع لها هي طالبه لحضرتك ترجع. لازم ترجع لها. تقولي ايه لبابا؟ اقول له طبعا ربنا يخليه، يعني لولا ولولا التعب يعني. عليا دخلوا الهوا، خلي بالك والله يعني هو عليا دخلوا الهوا دلوقتي. لا هم تعبوا كتير والله. يعني الاثنين، من توصيل لتمارين وانا صغيره، لسهر، لقعده، لمتابعه وانا بلعب بره، هم بيبقوا متابعين انا واصله لفين. هم بيجيبوا ماتشات اللعيبه المنافسين ويقعدوا يتفرجوا، ييجوا يقولوا لي البنت دي بتعمل كذا كذا كذا. باباك لعيب كاراتيه؟ لا، بابا كان لعيب كوره وملاكمه. حلو قوي. سؤال مهم قوي، بيتكلم معاكي فنيات الكاراتيه ولا بيقول لك؟ اسمع كلام المتابعه. انا بسمع كلام بابا وماما اكتر ما بسمع كلام مدربين على الملعب. دي كده كتير. لا دي بيني وبينك بقى خلاص. لا لا والله اقول لحضرتك بجد، بالذات ماما بالاخص، يمكن من كتر ما حضرت معايا التمارين ومن كتر ما تابعتني بقت فاهمه كويس قوي انا بلعب ايه، وايه نقط القوه عندي، وايه الضعف عندي فين، وبتبقى شايفه انا غلطاتي فين. وعايز اقول لحضرتك ان اوقات كتيره جدا بتفضي لي ريسبشن في البيت ونقعد نتمرن على الغلطات اللي عندي. هي بتلعب معاكي؟ بتوقف قدامي او بتوقف اخويا قدامي. فانا ممكن اوقات كتيره جدا ابقى بس، لان برده يعني مهما كان الكوتش اللي بيبقى قاعد ورايا ممكن ما يبقاش بقاله سنين معايا، فلسه مش عارف قوي انا عندي ايه كويس وعندي ايه وحش. هي بتبقى متابعه اكتر طبعا، فممكن اسمع كلامها عن ما اسمع كلام الكوتش. كلمه اخيره من جيانا فاروق لحد، عايزه تقولي له كلمه، لناس، لمكان، لاي حاجه.
انا ما سالتوش سؤال، فنفسك تقوليه من جواكي، تقولي الايه لمين. انا عايزه اوجه شكر لجمهور الاهلي، هايل، لان انا بعتز بالجمهور ده. يمكن انا عارفه ان هم في منهم ناس كتير ممكن تكون ما تعرفنيش، بس انا بشوف ان النادي الاهلي من غير الجمهور ولا حاجه. فكيان زي ده بجمهور زي ده عمل كل حاجه، فانا بشكر جمهور الاهلي على دايما وقوفه بظهري. ان شاء الله باذن الله كل الناس تقف معاكي، مش جمهور الاهلي، مصر كلها واقفه وراكي، لان فعلا انت مثال قوي جدا عندنا لتحقيق ميداليه اولمبيه. كلنا امال في ظهرك، واللي تطلبيه ان شاء الله تلاقيه مع وزاره الشباب والرياضه، وتلاقيه مع اتحاد الكاراتيه، وجوه النادي الاهلي اكيد مساعدات، ومعانا ان شاء الله باذن الله. نورتيني. ميرسي يا كابتن. دايما منورانا ومشرفانا كابتن جيانا فاروق، وفعلا بطله من ذهب، وان شاء الله باذن الله هتسطر يعني تاريخ كبير لمصر باذن الله في طوكيو 2020. في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.